السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية، منحة حكومية، منحة ممتازة جدا متاح فيها كل التخصصات ومنحة ممولة بالكامل. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل هذه المنحة. هي منحة حكومة أذربيجان الممولة بالكامل، تمام؟ المنحة دي في دولة اسمها أذربيجان وموجودة في قارة آسيا، والدولة دي دولة ممتازة جدا ودولة أيضا من الدول القوية، التعليم فيها ممتاز جدا، مصنف الجامعات اللي فيها من أفضل الجامعات في العالم، فيعني دولة من الدول القوية في الدراسة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها هذه المنحة، المنحة موجهة لدرجة البكالوريوس والدبلومات والماجستير والدكتوراه. يعني احنا نقدر نقول ان المنحة دي موجهة لجميع المراحل الدراسية، حتى الدبلومات كمان متاحة في هذه المنحة. يعني لو انت عايز تدرس بكالوريوس وفي اخر سنة من الثانوية العامة او خلصت ثانوية عامة متاح ليك التقديم، لو عايز تدرس ماجستير متاح، دكتوراه متاح، كل المراحل الدراسية متاحة، تمام كده؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، تعتبر كل الدول متاحة، ولكن هم حاطين قائمة بالدول، هتيجي تضغط على كلمة هنا دي عشان يفتح معاك قائمة الدول المتاحة. لو حضرتك هتبص هتلاقي ان يعتبر كل الدول العربية متاحة تقريبا، يعني دول كتيرة جدا متاحة. تلاقي عندك الجزائر موجودة، مصر موجودة، تمام، ادي دولة مصر موجودة، السعودية، السودان، كل الدول دي قائمة بالدول متاحة، فلسطين، فكل هذه الدول متاحة للتقديم، تمام؟ فبتقدر تشوف دولتك من هنا، عندنا حوالي 124 دولة متاحة للتقديم في المنحة دي، تمام؟ طيب، التخصصات بقى المتاحة. المنحة دي احنا زي ما قلنا هي منحة حكومية، تمام؟ المنحة دي مقدمة من الحكومة الخاصة بدولة أذربيجان، والمنحة دي فيها جامعات كتير جدا مشاركة فيها. فالتخصصات المتاحة عندنا تخصصات كتير زي الطب، الهندسة، الاقتصاد، الحقوق، يعني أي تخصص يخطر على بالك متاح ليك التقديم فيه. ليه؟ لأن مشارك في المنحة دي جامعات كتير، فكل ما كان الجامعات أكتر كل ما التخصصات الموجودة في الجامعات دي هتبقى أكتر ومتاح التقديم لأي تخصص، تمام؟ طيب فالطب موجود، الصيدلة موجودة، طب الأسنان، كل الحاجات دي متاح التقديم ليها. طيب حضرتك بالنسبة بقى للتمويل في الفرصة دي، أول حاجة المصاريف الدراسية كاملة بالمجان، أنت مش هتدفع أي تكاليف خالص للدراسة في المنحة أو للدراسة في الجامعات المشاركة في المنحة، كل التكاليف في الدراسة تكون على حساب الحكومة، تمام، أو على حساب المنحة. تاني حاجة، تذاكر الطيران ذهاب وإياب مجانا، تذاكر الطيران هتكون أيضا على حساب المنحة. تالت حاجة، هيكون في راتب شهري للوجبات والسكن. تكاليف الراتب الشهري ده 800 مانت أذربيجاني، تمام، ده بما يعادل 470 دولار امريكي، وده راتب شهري كبير ويكفيك لان الدولة مش غالية في المعيشة، هيكفيك للوجبات والسكن. طبعا ممكن تسكن داخل الجامعة، والسكن داخل الجامعة بيكون سكن رخيص جدا، ف يعني وكمان سكن مؤمن للبنات، فحاجة ممتازة جدا. فانت كمان هيوفر لك راتب شهري عشان تنفق منه على سكنك وتكاليف معيشتك والطعام وما الى ذلك، تمام كده. كمان عندنا التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان عندنا تكاليف التأشيرة والتسجيل، تأشيرة السفر لأذربيجان، طبعا فيزا السفر هي اللي بيكون فيها المشكلة، المنحة دي هتعمل لك فيزا السفر. حضرتك لما تتقبل هتستلم منهم خطاب قبول، خطاب القبول ده انت هتروح بيه للسفارة الخاصة بأذربيجان في دولتك وهتعطيهم خطاب القبول، والحكومة بتتواصل معاهم وبترتب معاهم كل شيء، وهم كمان بيدفعوا لك تكاليف التأشيرة وبينظموها لك وبيرتبوا لك كل شيء بدون أي تعقيدات أو الحاجة إلى حساب بنكي أو أي شيء خالص، تمام؟ فطبعا بالنسبة للتمويل، تمويل ممتاز جدا وكبير وممولة بالكامل. طيب الجامعات المتاحة في المنحة دي زي ما احنا قلنا عندنا تخصصات كتير، ودي منحة حكومية يعني متاح فيها جامعات كتير. تعال نشوف قائمة الجامعات، هتيجي تضغط على كلمة هنا دي عشان يفتح معاك قائمة الجامعات. طيب قائمة الجامعات هتظهر عندنا هنا، في عدة جامعات مشاركة في المنحة دي، تمام، كل الجامعات دي متاح ليك التقديم عليها، تقدر تختار الجامعة المناسبة، وطبعا الويب سايت لكل جامعة بتلاقيه من هنا، تمام، الويب سايت لكل جامعة من هنا، بتقدر تضغط على اللينك ده يدخلك لأي جامعة من دول، وبتشوف طبعا الجامعة وتشوف التخصصات اللي فيها وتختار التخصص اللي انت عايزه، تمام كده. طيب شروط التقديم، في شروط للتقديم في المنحة دي،
بيقول لك لبرامج الطب الجامعي والبكالوريوس، الناس اللي عايزه تقدم للبكالوريوس يجب الا تقل اعمارهم عن 25 سنه. لو انت عايز تدرس بكالوريوس يعني تدرس الليسانس المرحله ما بعد الثانويه، سنك ما يعديش ال 25، تمام؟ لو انت عايز تدرس الماجستير سنك ما يعديش ال 30، لو انت عايز تدرس الدكتوراه سنك ما يعديش ال 40، تمام؟ فدي الشروط الخاصه بالاعمار او السن للاشخاص المتقدمين لكل مرحله دراسيه، تمام كده؟ طيب ايه هي الاوراق المطلوبه عشان تقدم في المنحه دي؟ اول حاجه في استماره الطلب في ابلكيشن او ملف بي دي اف لازم تملاه، وهنشوف الملف ده بعد شويه، تمام كده؟ تاني حاجه اخر شهاده دراسيه حصلت عليها، اخر مؤهل دراسي. لو انت مخلص ثانويه عامه بتقدم شهاده ثانويه عامه، مخلص بكالوريوس يبقى شهاده البكالوريوس. لو انت في اخر سنه من المرحله الدراسيه الحاليه ولسه ما اتخرجتش وانت في اخر سنه، بتقدر تقدم عادي بشهاده السنه اللي قبلها، ما فيش اي مشكله خالص. كمان محتاجين جواز سفر بتاعك، باسبورت بتاعك يكون موجود. كمان محتاجين شهاده طبيه، شهاده صحيه بتطلعها من اي مستشفى او اي عياده موجوده في بلدك، تمام؟ من اي مستشفى او اي عياده بتروح تقول لهم انا عايز اعمل شهاده صحيه بتثبت ان انا خالي من اي امراض، ان انت ما عندكش اي امراض، بتثبت انك خالي من يعني مرض فيروس نقص المناعه او الايدز او التهاب الكبد، كل الامراض دي بتثبت انك في حاله صحيه جيده من كل هذه الامراض، تمام كده؟ طيب كمان مطلوب منك السي في بتاعك، السيره الذاتيه لازم ترفقها، والموتيفيشن ليتر رساله الدافع، تمام كده؟ دي الاوراق المطلوبه، اوراق بسيطه مش معقده. هنا عندنا ملاحظه، المنحه دي ذكرت انها محتاجه شهاده لغه، ولكن قالت ايه؟ ان شهاده اللغه ليست الزاميه، يعني لو معاك شهاده اللغه بتقدر تقدم، مش معاك شهاده اللغه بتقدر تقدم برضو عادي ما فيش اي مشكله، شهاده اللغه مش الزاميه، تمام كده؟ طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 28 فبراير 2021، اسف، والمفروض اكتب 2021 يعني جيت معايا 2020، فهي الفكره 28 فبراير 2021، تمام كده؟ ده اخر ميعاد. بالنسبه لموعد اعلان النتائج، موعد اعلان النتائج للمنحه دي عاده بيكون في شهر يونيو من كل سنه، يعني شهر يونيو 2021 بيكون النتائج ظهرت للمنحه دي، تمام كده؟ طيب ازاي بقى انت حضرتك ممكن تقدم؟ بيقول لك عشان تقدم يجب انك تتواصل مع السفاره او الجهه المعنيه في بلدك لدوله اذربيجان لمعرفه موعد بدايه التقديم واخر موعد، لانه سيتم الترشيح من قبل هذه الجهات. يعني ايه؟ يعني مفيش ابلكيشن اونلاين، حضرتك بتاخد الاوراق دي اللي هي استماره الطلب اللي هنشوفها بعد شويه، بتاخد كل الاوراق دي معاها وبتقدمها للجهه المسؤوله ببلدك، وتقريبا بتكون سفاره اذربيجان في بلدك. يعني على سبيل المثال لو انت في مصر يبقى بتروح لسفاره اذربيجان وبتقدم ليهم الاوراق دي وبتقول لهم انا عايز اقدم لمنحه حكومه اذربيجان، وبتعطيهم كل هذه الاوراق، تمام؟ لان السفاره هي اللي بتراجع الورق ده وهي اللي بتاهلك للمنحه لو انت يعني تم قبولك، تمام كده؟ فاول حاجه لازم تتواصل مع السفاره، تمام؟ وبعد كده بتملا النموذج اللي هي الاستماره اللي هنشوفها بعد شويه، وبتبعت لهم كل الاوراق دي، بتسلمهم كل الاوراق، تمام كده؟ يبقى ده كيفيه التقديم للمنحه. طيب هنا عندنا ملاحظه ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصه متاحه، بنكون معاك خطوه خطوه في كل شيء. لو عايز خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي لأي منحة بتقدر تستخدمها في التقديم بنفسك لأي منحة أنت عايزها متاح، وفي الخدمة الأخيرة التقديم للكورسات عشان تزود فرص قبولك في المنح بشكل أكبر. ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأه وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب تمام، زي ما احنا قلنا إن في استمارة أونلاين لازم تتملى، تعال نشوف الاستمارة الأونلاين دي، تمام؟ إيه الأشياء اللي موجودة فيها؟ هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن أو أبلي ناو عشان يفتح معاك استمارة الطلب. استمارة الطلب مش معقدة، استمارة بسيطة، تمام؟ بس كل الموضوع إنك بتحط بياناتك، دي استمارة الطلب، هتلاقي هنا إن مكتوب عليها إنها للتقديم على المنحة سكولارشيب بروجرام، تمام؟ ومقدمة من الحكومة. هنا بتحط صورة شخصية ليك، تحط اسمك، اسم العائلة، الجندر بتاعك، رقم جواز السفر بتاعك، معلومات التواصل معاك، المدينة اللي انت قاعد فيها حاليا، الدولة اللي انت قاعد فيها، رقم تليفونك، الايميل بتاعك، هنا خلفيتك التعليمية السابقة، انت بتدرس ايه حاليا او خلصت ايه سابقا، تمام؟ كل الحاجات دي بتحطها. هنا لو عندك اي خبرة عملية، تمام، اشتغلت في اي حاجة. طبعا دي السكشن ده مش الزامي، ولكن لو انت اشتغلت في اي حاجات قبل كده في برامج تطوعيه، شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر بتحطه، تمام.
هنا معرفتك باللغات، بتعرف لغة ايه مثلا، لغة الانجليزية مستواك فيها، اللغة العربية مثلا انك نيتف فيها ولغتك الام، بتكتب كل اللغات اللي انت بتعرفها هنا. تمام، هنا بقى بتقول المرحلة الدراسية اللي انت عايز تقدم ليها، تختار لغة الدراسة عايز تدرس بأي لغة، ممكن تدرس بمرحلة الأزر باللغة الأذربيجان أو باللغة الروسية أو اللغة الإنجليزية. تمام، هنا بتحط الجامعات اللي انت عايز تقدم ليها، بحد أقصى 3 جامعات متاح ليك تختار، بحد أقصى 3 جامعات. تمام كده، هنا بقى ده خطاب الدافع، statement of purpose، بتكتب هنا خطاب الدافع اللي احنا كنا قلناه بتحطه في السكشن ده. تمام كده، وهنا دي التوصيات، مطلوب منك بيانات شخصين للتوصيات لازم تحطهم. وهنا بقى بيقول لك الاوراق اللي ترفقها، السي في، نسخه من جواز السفر بتاعك، زي ما احنا كنا قلنا الاوراق اللي كانت شرحناها هنا. تمام، فين الاوراق؟ اهي هي دي نفسها، هم كاتبينها باللغه الانجليزيه ايه الحاجات اللي ترفقها، ترفقها مع النموذج ده. وفي الاخر هنا بتمضي وبتكتب تاريخ اليوم وبترسل النموذج للجهة المسؤولة، وتقريبا بتكون السفارة. تمام، وبترسل لها الأوراق وبتنتظر النتيجة منه. فده كل الأشياء المطلوبة عندنا، وطبعا المنحة مش معقدة، سهلة، تجهز لها الورق بالراحة، ترتب كل الأمور، تشوف الجامعات المتاحة وتختار التخصص المناسب ليك، تختار الجامعة الكويسة، كل الأشياء دي تحاول ترتب ليها. ما تنسوش آخر ميعاد للتقديم 28 فبراير 2021، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.